تك 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 تك. يعني ايه؟ يعني صباح الخير بلغة مكنة الكتاب. النهاردة في حلقتنا حديثنا عن إحدى نجمات الزمن الجميل. حديثنا النهاردة في حلقتنا عن فنانة ذات وجه ملائكي بتتميز بخفة ظلها، ولكن للأسف رحلت عن عالمنا منذ ساعات. حديثنا النهاردة عن الفنانة والنجمة كريمان. النهاردة هنتكلم في حلقتنا عن سلوى في فيلم سكر هانم، وعايدة في فيلم مراتي مدير عام. حديثنا النهاردة عن فنانة شركة الأبطال، أبطال الزمن الجميل، الفنان عبد الحليم حافظ وأحمد رمزي وإسماعيل ياسين وغيرهم. النهاردة هنشوف مع بعض في الفيديو أسباب وفاة كريمان وآخر ظهور ليها وآخر صور ليها وكلام كتير طلع من قلبها، هنشوفه مع بعض النهاردة وهنعرف تفاصيل حياتها والسبب الحقيقي لوفاتها واللي أعلنه ابنها. تعالوا مع بعض على طول نبدأ الفيديو، لكن بداية ندعو لها بالرحمة، ربنا يرحمها ويصبر أهلها وابنها وأحفادها على فراقها. هنشوف مع بعض دلوقتي ونبدأ بسرعة الفيديو ونشوف قصة حياة كريمان. أنا لا لك حق، هي لحقت تتخطب، ده الحب من أول نظرة، الحب السعيد، تفتكر الحب ده موجود صحيح؟ إلا موجود. الفنانة كريمان اتولدت سنة 36 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية. درست في مدرسة الليسي، حبها للفن ظهر منذ الطفولة. اشتغلت في برامج الأطفال مع بابا شارو، كمان كانت بتشارك في مسرح المدرسة. كريمان أول ما دخلت التمثيل حصلت على دور بطولة، وده بعد ما قدرت إن هي تفوز على كل اللي دخلوا معاها مسابقة كانت عاملاها المنتجة أسيا، ودي كانت علشان تختار بطلة لفيلمها الشهير الحماوات الفاتنات. وبجمال كريمان وموهبتها وحبها للفن قدرت إن هي تفوز وقدرت إن هي تحصل على الدور. وأول أدوارها كبطلة قدر إن هو يتوجها على عرش النجومية، ووقفت قدام القدير كمال الشناوي ومريم منيب وميمي شكيب. كمان شاركت في أفلام مهمة جدا زي فيلم الفانوس السحري مع إسماعيل ياسين، وأصبحت بعد كده بطلة لفرقته المسرحية لمدة 3 سنوات. كمان شاركت في العديد من المسرحيات. والحقيقة من أجمل أدوارها بقى وللجمهور مش ممكن ينساهولها أبدا هو دورها في فيلم تمر حنة. وطبعا لكل اللي شافوا الفيلم قدمت لنا دور الفتاة الغنية اللي قدرت إن هي تفرق ما بين تمر حنة وما بين حبيبها. كمان من أشهر أدوارها دور سلوى، وده كان في فيلم سكر هانم، وكان دمها خفيف جدا في الفيلم ده. وكمان عايدة في مراتي مدير عام. يا نبيل احنا اتأخرنا يا ليلى. اتأخرنا قوي يا سلوى. وبعدين اركب انا شوية وليلى تزق شوية. لا اذا كان كده تبقوا معذورين. وشاركت في افلام بنات اليوم وجميلة بحريد وغيرها كتير، ولكن الامور ما مشيتش لحد هنا. اعتزلت بعد كده نريمان بعد مسيرة حوالي 12 سنة. 12 سنة بس تخيلوا، توجتها على عرش النجومية وخلتنا فاكرينها وفاكرين شكلها الجميل وأدوارها المميزة لغاية دلوقتي. وعلى الرغم من تقدمها في العمر لكن قدرت إن هي تحتفظ بجمالها وخفة ظلها، وده بعد سنوات طويلة من اعتزالها. الفنانة كريمان اسمها كريمان محمد سليم القسط، حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقا. أنجبت ابن واحد فقط منه واسمه شيرين، وعندها 4 أحفاد، الكبيرة صيدلانية والتانية خريجة إعلام والتالت بيدرس في الأكاديمية البحرية، أما الصغير في ابتدائي. وابنها شيرين رجل أعمال، يعني بعيد عن مجال الفن تماما. كريمان اعتزلت من أكتر من حوالي من 60 سنة، ولكن لقبها إلى الآن قطة السينما المصرية. وطبعا زي ما كلنا عارفين سبب وفاة كريمان أمراض الشيخوخة. توفت كريمان بإحدى المستشفيات، وده لأن هي كانت محتجزة بالرعاية المركزة. وكتب شيرين ابنها نعي مؤثر جدا على صفحته، وكتب وقال: توفت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم. حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقا، وتابع كلامه المؤثر وقال: هتقام صلاة الجنازة غدا الأربعاء، الجنازة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، الجنازة هتكون بعد صلاة الظهر، والدفن بمقابر الأسرة في 6 أكتوبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صباح الخير يا مرحبا. أهلا، يبقى عيد ميلادك النهاردة وما تعزميني. هقول لكم على اسمه بس ما تضحكوش. غراب. الله غراب.
اهلا بالجمال والشاعريه. يخشى عليهم ايه عارفين؟ ايوه انا عارف فرحتك. تعالي بقى انت معوريكي. الحقيقه في الايام الاخيره للفنانه كريمان اجرت حديث صحفي مع جريده اليوم السابع، وادلت بتصريحات مهمه جدا عن حياتها. قالت ان هي كانت بتحب الفن جدا، واتدلعت شويه لمده 12 سنه كانت بتقدم اعمال فنيه، لكن لما النصيب والحظ جه واتجوزت وخلفت ابنها الوحيد شيرين قررت الاعتزال. اعتزالها ده جه سنة 1965. قالت تركت الفن وسبته علشان خاطر عيون ابني. وقالت ان هي جدة وعندها 4 أحفاد، وعلى فكرة ده الحوار الوحيد اللي اجرته كريمان بعد اعتزالها الفن. من غير ما تعرفي كويس. ممكن قوي اذا نزلت الصاعقة. طب افرضي الصاعقة دي نزلت عليك انتي وما نزلتش عليه هو، تبقى ايه؟ تبقى مصيبة، تبقى كارثة. لكن ده مش ممكن. ليه؟ الله الله، ايه الغرام ده كله؟ اوزية ده جواب جديد من ممدوح. وليه؟ أنا مش مصدق عليا. مش معقول. ولي مش معقول ممدوح يكتب كلام زي ده؟ ليه لا؟ هو ممدوح وحش، شكله حلو قوي. أنا مالي ومال شكله. تعرفي يا كمان المسرحيات كان ليها نصيب من شغل كريمان. قدمت لنا سنة 1960 مسرحية عمتي فتفيت السكر، ومسرحية حركة واحدة أضيعك، وكمان كان ناس في جاردن سيتي. قدمت أفلام عديدة جدا كمان زي نورة وشهيدة الحب الإلهي وشاطئ الحب وشهر عسل بصل وأفلام تانية كتير. أفندم هيئة التدريس وحضرتك مفتش مستنينك تحت. عن إذنكم. اتفضل يا أستاذ. إيه سرحانة في إيه؟ ولا حاجة. معرفش ليه متهيألي إنه كان عاوز يقولي حاجة. حاجة؟ حاجة زي إيه مثلا؟ الحقيقة لحد النقطة دي هنكون وقفنا عند بعض المحطات في حياة كريمان. الحقيقة ما زال هناك الكثير والكثير عن نجمة دخلت قلوبنا بخف ظلها بموهبتها الفذة، بطلتها الجميلة على الشاشة، قطة السينما المصرية الفنانة القديرة كريمان. عايزين في آخر الفيديو ندعو لها أن ربنا يرحمها. أشكركم جدا جدا لحسن الاستماع ومشاهدة الفيديو للنقطة دي. قبل ما نمشي بقى ونترك الفيديو، دعوة جميلة من القلب للفنانة كريمان. واهلا وسهلا بكل ضيوفي اللي انضموا لقناتنا. اتمنى دايما ان اكون عند حسن ظنكم. اتمنى ان اقدم لكم كل الاخبار اللي تهمكم عن فنان الزمن الجميل وعن الفنانين اللي بتحبوهم. تابعونا دايما على قناتنا، قناه ياسمين في اليوتيوب واخبار النجوم. بشكركم للمره الثانيه، وانتظروني ان شاء الله في الحلقه القادمه.